سيد إسلام، سمعت بالأخبار أنه عم تبعت نسوانك على الجهاد، مزبوط هالحكي؟ طبعا دكتور، طبعا الجهاد كتب على كل المسلمين رجال ونسوان. بس عم يحكوا بوسائل الإعلام عن جهاد من نوع تاني، شو بتقصد؟ إنه رايحين يجاهدوا جنسيا. ها؟ ايه دكتور، ايه، بس مو مثل ما عم يحكوا الكفار لعنة الله عليهم. لكن شو الحقيقة؟ خبرني. هاد يا سيدي، نبينا صلى الله عليه وسلم لما شاف المقاتلين في الغزوات رح ينفجروا من شدة انحصار الهرمونات، سمح لهم انه ينفسوا شوي. التنفيس احسن من الانفجار دكتور، مو هيك؟ ايوه، وبمين بدهم ينفسوا؟ والله الرسول ما حدد، بس اغلب الظن بينفسوا بالسبايا من الكافرات. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، هيك اعمال مشينة بتسمح فيها لاتباعك. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح فيها دكتور. وإذا ما توفرت السبايا؟ إذا ما توفرت السبايا جاز للمسلمات إراحة كاهل المجاهدين من شر الهرمونات. في أدلة شرعية على الموضوع سيد إسلام؟ لأنه بسمع بالأخبار أنه هذا الشيء مش من تعاليمك، مزبوط؟ شوف دكتور، جهاد النكاح أو النكاح في الجهاد مؤسس على 3 قواعد. أولا الضرورات تبيح المحظورات، وهاي القاعدة دكتور شرحها طويل من خليها لغير جلسة، بس بالمختصر المفيد أخونا ابن عباس وبعض العلماء بيشوفوا أن النكاح يباح للضرورة، وشأنه شأن اللفطيسة والدم ولحم الخنزير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. وشو هو شر الأشرين بهالحالة دكتور؟ انحصار الهرمونات ولا النكاح؟ طبعا الانحصار، الانحصار شر دكتور، شر. طيب والقاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية هي النصوص دكتور اللي بتأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بالنكاح أثناء الجهاد للتنفيس. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. كنا نغزو وليس لنا نساء، فرخص لنا أن ننكح. كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. والقاعدة الثالثة؟ القاعدة الثالثة دكتور هي من سيرة رسولنا العطرة. فالسيرة بتخبرنا على سبيل المثال أن الرسول في غزوة خيبر سبى لنفسه صفية بنت حيي، ودخل عليها بعد ما قتلوا أبوها وزوجها بالمعركة. نام معها بعد ما قتل أبوها وأمها؟ إيه بس برضاها دكتور. إيوه، يعني أنت بيدخل براسك أنه في مرة بتنام مع قاتل أبوها وزوجها برضاتها؟ والله هيك مكتوب عنا دكتور، ولازم نقبل بالمكتوب. إذا جهاد النكاح مزبوط. الشغلة ما فيها عيب دكتور، النكاح هو غاية من غايات الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر ونساء الروم. ايه والله يا دكتور، هاي بركة من الله. ايه لا بارك الله بهيك عمال.